دقيت في باب القلب جاوبت قالت شكون قلت لها انا الحب انا قيس المجنون قالت لي اجي خرب شرح لي وقل لي المضمون حبيت والقلب تعذب والعاشق صار بالف لون دقيت في باب القلب جاوبت قالت شكون قلت لها انا الحب انا قيس المجنون. السلام عليكم احباب واصحاب وليفانس وكاع متتبعين رامي لاباش. رامي لاباش فنان من مواليد مدينة وجدة. بديت الفن ديالي والمسيرة الفنية ديالي بديتها الاج دو 6 ans يعني من كانت عندي 6 سنين تقريبا. بديت كنعزف على الجيتار كان عندي 10 سنين كنت عاد اكتشفت يعني الصوت ديالي وبديت كنغني يعني كنلعب الجيتار كنعزف ونغني ومن ثم انطلقت المسيرة الفنية ديالي. الجمهور عرفني بأغنية يا حسرة اللي كانت في الجينيريك نتاع المسلسل دارت الأيام كانوا كيدوزوه في رمضان. هذيك الأغنية كتبتها كنت في واحد كيما نقولوا في واحد الإحساس كان عندي شوية كيما نقولوا كنت حاس بالوحدانية في هولندا وبقيت كنفكر في الطفولة ديالي كي كانت وفي الكبر بنادم كيزيد يكبر وكي يعني كتعقد الحياة شوية والمشاكل وهذه ووضحت فيها بأن الإنسان من كيكون صغير يعني ما كيكونش يخمم ما كيفكر حتى في شي حاجة ومن بعد من يكبر عاد يبانوا المشاكل وتبان. وانا درت يعني لخصت ديك الاغنيه كامله في حياه الانسان من الصغر ديالو حتى للكبر في ظرف هاد الاربع سنين اللي دازت وبخصوص هاد السنه اللي فاتت نتاع يعني اللي وقعت فيها كورونا كنت كنمشي للاستوديو بزاف لان ما عندكش خصوصا في اوروبا ما عندك كاع فين تمشي وفين تخرج كان داك الشيء سادين كاملين دونك انا اضطرقت انني نسجل اغاني جديده والحمد لله سجلت شي تقريبا شي 30 اغنيه تقريبا يعني ماشي نقولوا كاملين 100% مي باقي لهم لو ميكساج ماسورين وباقي لهم كاين اللي باقي لهم خصهم الموسيقى وكذلك كانوا عندي من قبل شي اغاني اخرين ان شاء الله غادي نخرجهم ومن ضمن هذوك الاغاني درت دابا درت اربعه الكليبات جداد غادي نخرجهم ان شاء الله في هاد الاشهر القادمه ان شاء الله. الراي كما كنعرفوا يعني بالنسبه للمغرب كامل الراي معروف في المنطقه الشرقيه يعني بصفه عامه سواء من وجده واحفير بنيدره واحفير والسعيديه وبركان حتى الناظور يعني الناظور كيديو من الرقاده ديالنا تقريبا يعني داك العلاوي نتاع بركان وكيغنيو بالريفيه حنايا كنديو الرقاده يا كنغنيوها بالوجديه او البركانيه والراي كنغنيو بطريقه نتاع يعني متقرب للجزائر هذه هي يعني الراي اللي موجود في المنطقه الشرقيه وتقريبا يعني ما كانش واحد الفرق كبير بين الراي الجزائري والراي الوجدي. بالنسبه للفنان اللي كيعجبني واللي كما نقولوا قدوه ليا هو اول واحد اللي كنت كنسمع له بزاف في الراي وماشي غير انا اللي غادي نسمع له يعني كاع الفنانه اللي كاينين في العالم كامل اللي كيغنيو الراي او اللي يغنيو المغربي سواء هنا داخل ارض الوطن ولا خارج ارض الوطن احنا نعرفوا بلي الراي تعرف عن طريق شاب خالد وانا شاب خالد شوي فان نتاع خالد وكنغني يعني الاغاني سواء ديالو او الاغاني ديالي اللي الناس كتسمعها بطريقه انني كنغني بحال خالد ولكن هو الصوت ديالنا كيتشابه هذا هو اللي كاين. بالنسبه للراي دابا نتاع الراي اللي كيتغنى كاين اللي كيبغي الراي يعني سهل ممتنع يبغي لك غير كلمه ولا زوج باش تعجبو الاغنيه وتجي خفيفه كاين اللي غادي تغني له على شي موضوع يعني موضوع حساس ويحس به وموضوع اجتماعي يمكن ما تعجبوش هذا هو للاسف الشديد الناس والمستمعين اغلبيه
المستمعين كيسمعوا غير يعني اغنيه تكون صغيره هكذا، صغيره فيها جوج كلمات زوينه وصافي، باش تعطيه شي حاجه اجتماعيه ولا هذه ما غاديش تعجبه. هذا هو اللي بغيت نفس نوضح لواحد واحد الناحيه نتاع حتى يعني الغلط ماشي في الفنان، ماشي مرات الغلط كيكون حتى في المستمع، ما كيعرفش يختار الاغاني اللي يسمع لهم. وش نقول؟ الله يجعلنا ان شاء الله نكون عند حسن ظن كاع الجميع والمستمعين. واخر كلمه اللي غادي نقولها، نتمنى ان شاء الله يشجعونا، ونتمنى انهم يعني يعطونا الفرصه باش نبانوا لشي ناس اخرين اللي ما كيعرفوناش، وهذا انهم يبارطاجيو الاغاني ديالنا والفن ديالنا اللي كنخرجوه. وتبارك الله عليكم وشكرا، وتحيه خاصه للطاقم اشطار 24. شكرا. الى عجبكم الفيديو ما تنساوش الاشتراك والضغط على الجرس باش يوصلكم الجديد.